وعلينا أن نتفقه في الدين في كتاب الله في الأحاديث النبوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين في صلاة الجمعة والدعاء خلف الإمام؟ هل يجوز رفع اليدين في صلاة الجمعة والدعاء خلف الإمام؟ يعني بأثناء الصلاة، يقصد يا شيخ إذا دعا هو الإمام. الخطيب يوم الجمعة لا يرفع يديه إلا إذا استسقى على المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه رفع اليدين في الخطبة، إنما رفعها لما استسقى بالناس فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا.